إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. ثم ما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، المرجو من الإخوة أن يقتربوا شيئا ما إلى الأمام حتى يدعوا المكان الإخوة في الخلف، أن يتزاحموا، بارك الله فيكم، اقتربوا شيئا ما إلى الأمام، يعني هناك أماكن فارغة في المقدمة يملؤوها جزاكم الله خيرا. نريد اليوم إن شاء الله تعالى أن نطرق موضوعا هو غاية في الأهمية، يهم جميع الآباء والأمهات، وهذا الموضوع قد طرقه كثير من الناس. هناك منهم من انتهج نهج الكتاب والسنة وهم فئة قليلة، وهناك من انتهج نهج الغربيين وغيرهم، ألا وهو موضوع تربية الأبناء وتنشئتهم على الآداب والأخلاق والعقائد الإسلامية. فلا شك إخوة الإسلام والإيمان أن أمر التربية أمر غاية في الأهمية، وينبغي أن يعطى الأهمية التي تليق به، وألا يستهين الإنسان به، لأن تربية النشأ، التربية الصحيحة على الآداب والأخلاق الإسلامية، ومستقبل الأمة. هذه الأمة قوادها والذين يسيرون بها إلى سفينة أو إلى شاطئ النجاة هم شباب هذه الأمة، النشأ المسلم. فينبغي أن يربى تربية حسنة صالحة تكون سببا في نجاتهم في الدنيا من الفتن، ويوم القيامة من عذاب الله عز وجل، وسببا في رضا ربهم وولوجهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فلو نظرنا إلى واقعنا إخوة الإسلام والإيمان، فكم نرى من إخواننا وأخواتنا إذا أرادوا أن يربوا أبناءهم بحثوا في كتب الغربيين من اليهود والنصارى وغيرهم من المفكرين إلى تقريراتهم وتنظيراتهم
وأصولهم ومبادئهم ولا نرى، وهذا واقع مرير، ولا نرى إلا فئة قليلة من يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستقي منهما كيف يربي أبناءه، أو المبادئ والأصول التي ينبغي أن يربى عليها النشأ الإسلامي. الأبناء أولادنا، فلذات أكبادنا، فينبغي أن نرجع إخوة الإسلام والإيمان إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نربي أبناءنا تربية حسنة، تربية صالحة على الآداب والأخلاق الإسلامية، حتى تثمر هذه الثمرة في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إخوة الإسلام والإيمان أن ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، وذكر العلماء أن المقصود بالفطرة فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لفطرة الله. فإذا إخوة الإسلام والإيمان ينبغي أن نعود لهذه الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الخليقة أو بني آدم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إما أن يربى الأبناء على اليهودية أو على النصرانية أو على المجوسية والعياذ بالله. إذن الخلق بنو آدم فطروا على فطرة الإسلام. قال العلماء والمقصود كذلك بذلك أنهم مؤهلون لقبول الحق، أن الإنسان مؤهل بهذه الفطرة لقبول الحق، والحق هو الذي جاء به الأنبياء والرسل من توحيد الله، من عبادة الله، من امتثال أوامر الله، من الانتهاء عن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، إذا ولدت البهيمة ولدها لا شك أنه يولد كامل الجوارح والأعضاء، لا نقص فيه ولا عيب، ولكن بنو آدم إما أن يقطعوا أذن البهيمة أو ذيلها أو غير ذلك، فإذا تولد البهيمة جمعاء بمعنى كاملة الأعضاء، وبنو آدم هم الذين يقطعون عضوا من أعضائها. فكذلك المولود إخوة الإسلام والإيمان يولد وعنده قابلية قبول الحق، مؤهل لقبول الحق الذي جاء به الأنبياء والرسل، والحق هو قبول التوحيد كما ذكرنا، والامتثال أوامر الله عز وجل، والانتهاء عما نهانا الله عز وجل عنه. هناك نصائح عامة للمربين والموجهين، وبعد ذلك ماذا يعلم هذا الطفل؟ ماذا يعلم الأولاد؟ أول النصائح إخوة الإسلام والإيمان أن يخلص الإنسان في هذه العبادة، فتربيتك للأبناء لأبنائك للناشئة
ينبغي أن يخلص الإنسان فيها، فهي كذلك عبادة. هذا العمل يرضاه الله عز وجل، هذا العمل يحبه الله سبحانه وتعالى. فلا تقوم بتربية أبنائك لا رياء ولا طلبا لسمعة ولا لمقولة حسنة من الناس، حتى يقول الناس أبناء هذا الرجل، أبناء هذا الأب، أبناء هذه الأم ما شاء الله، ربوا تربية حسنة صالحة، أخلاقهم أخلاق إسلامية، لا أخ الإسلام، لأنك تفعل ذلك لله سبحانه وتعالى. واستشعر أنك تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. إذن لا بد من إخلاص العمل، لا بد من الإخلاص في تربية الأبناء، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن هذا كذلك مما ينبغي أن يخلص فيه العبد، وهو حين تربيته لأبنائه، لأنه ينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى لا غير ذلك. المسألة الثانية نصيحة لنفسي ولإخواني، وهي استشعار المسؤولية. الأبناء فتنة، الأبناء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يستشعر الإنسان أنها مسؤولية عظيمة ألقيت على عاتقك أخ الإسلام، ألقيت ووضعت على عاتقك أخ الإسلام، كما قال الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، كما قال أحد السلف: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها بسمعك، استمع وأنصت، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، آمنت بالله، آمنت برسول الله، آمنت كذلك أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، آمنت باليوم الآخر، قوا أنفسكم. أمر لك أخ الإسلام أن تقي نفسك من ماذا؟ من النار، من الولوج إلى النار، وكذلك من الأسباب التي تؤدي والعياذ بالله إلى ولوج النار. قوا أنفسكم، تقي نفسك. قال بعض العلماء هنا كذلك في هذه اللفظة وفي هذه الكلمة يدخل كذلك الأبناء، لأنهم منك أخ الإسلام، لأنهم منك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا هو الأساس. قد يحرص الإنسان على كسوتهم، على طعامهم، على شرابهم، على مسكنهم، على مركبهم، ولكن هل هذا هو المقصود بالتربية؟ هل هذا هو المقصود بالوقاية؟ هذا نراه عند جميع الناس، يحرصون على تعليمهم، الأمور الدنيوية، على كسوتهم، على طعامهم، شرابهم، المسكن، وقد يعني يوجد الآن مسكنا لهم ويبني لهم مأوى ومسكن جميل حسن ضخم كبير وسيارة جميلة وغير ذلك، ولكن هل هذا هو المقصود بتربيتك لأبنائك أخ الإسلام؟ هل يكون هذا كله سببا في نجاتهم؟ لا، إخوة الإسلام والإيمان، ليس هذا المقصود، وإنما أن يكونوا عبادا لله، أن يستشعر الأبناء أنهم عباد لله سبحانه وتعالى، أنهم ما خلقوا وما أوجدوا في هذا الكون الواسع إلا لطاعة الله عز وجل، إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه الغاية، أن تطيع الله عز وجل حتى تنجو من النار وتلج إلى الجنة. النار إخوة الإسلام والإيمان، هل تصور أحدنا عظمة النار؟
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ناركم الذي توقدون في الدنيا جزء من 69 جزءا من نار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال بعض الصحابة: وإنها لكافية يا رسول الله. يعني نار الدنيا كانت كافية لتعذيب الناس، فما بالك بنار الآخرة التي فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا. أمر رهيب لا يتصور. هل يطيق الإنسان أن يضع أصبعه ولو لثانية أو أقل من ذلك على النار؟ لا يطيق أحدنا هذا، ولكن كيف بالنار التي أعدها الله عز وجل للمنافقين والكفار والمشركين والعصاة والفساق؟ فإذن لا بد أن يستشعر الإنسان أنها مسؤولية. إذا استشعر الإنسان هذه المسؤولية يدفعه هذا للحرص على تربيتهم، إلى الاجتهاد في إنشائهم، يعني تنشئة إسلامية يرضاها الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أخ الإسلام، لا بد من العلم. مبنى هذا الإسلام على العلم إخوة الإسلام والإيمان، بل أي أول آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. التعلم، كيف تريد أن تعلم أبناءك، أن تربي أبناءك تربية إسلامية وأنت تجهل هذا الدين وأنت تجهل مبادئ الدين؟ ولا شك أنكم تعلمون مقولة الحكماء: فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كنت أنت أصلا تفقد هذا العلم وتفقد هذه الخطوات وهذه الأصول التي يرجع إليها حتى يربي الإنسان أبناءه التربية الإسلامية، فكيف تريد أن تربي أبنائك؟ فإذا لا بد للأب أن يتعلم كيف يربي أبنائه تربية إسلامية يرضاها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يأمر الله عز وجل بالعلم، بالتعلم، بالتفقه، قبل أن يقدم على العمل، قبل أن يقدم على الأفعال، على الأقوال. لا بد من العلم، من العلم أولا إخوة الإسلام والإيمان. فإذا دعوة إلى تعلم هذا العلم حتى يربي الإنسان أبناءه تربية صحيحة، تربية ترضي الله عز وجل، تربية تكون سببا في حب الله عز وجل لهم، سببا في أن يعني أن يصلك الثواب وأنت في قبرك، تفارق هذه الدار ويصلك ثواب أبنائك وأنت في قبرك أخ الإسلام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك ما يقوم به الأبناء من الخير يصل إلى الآباء والأمهات. إذا لم يربي الإنسان أبناءه التربية الحسنة الصحيحة، كيف يصلك الثواب؟ كيف يصلك الأجر أخ الإسلام؟ إذا قلنا أولا الإخلاص، ثانيا استشعار المسؤولية، ثالثا العلم، رابعا البيئة الحسنة الصالحة، المحضن الصالح. أين يربى أبناؤنا؟ في بيت يعني ملئ بالصور. هذه صورة الزوجة، هذه صورة الأبناء، صورة الجدة، صورة الجد، وغير ذلك من الأمور التي يستحي الإنسان أن يذكرها. تدخل إلى بعض البيوت، الإنسان يعلق صورة زوجته، يعني متبرجة، يعني متجملة إلى غير ذلك، ويقول: هذه حرمي، بمعنى زوجتي، ويفتخر بذلك. وإذا كانت تلك حرمك فهي حرمك أنت، ولا داعي ليراها غيرك أخ الإسلام. فإذا لا بد أن تكون البيئة التي يربى فيها الأبناء بيئة صالحة إسلامية، بيئة ملئة
بالأغاني، بأملئت بالمسلسلات التركية وغيرها، مصرية وغيرها، والأفلام الخليعة والتمثيليات والخرافات. كيف يربى الأبناء؟ بيت ملئ بالأغاني والموسيقى، كيف يربى الأبناء؟ بعد ذلك نشكي، أبناؤنا لا يسمعون، أبناؤنا لا يطيعون، أبناؤنا انحرفوا. أخ الإسلام، لا بد من البيئة الصالحة، البيئة التي يعبد فيها الله عز وجل، التي يذكر فيها الله، التي يتلى فيها كلام الله، البيئة التي يطيع فيها الأب الله عز وجل، وتطيع فيها الأم الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فإذا لا يريد الإنسان من الأبناء أن يكونوا صالحين مع أن البيئة ليست صالحة، البيئة ليست صالحة. بعد ذلك إخوة الإسلام والإيمان، لا بد من القدوة الحسنة، القدوة الحسنة. فالأم والأب هما القدوة الحسنة للأبناء. إذا كان الأب لا يصلي، وإذا كانت الأم لا تصلي، أو يأتي الأب في المساء ويجمع جميع الصلوات، أو إذا كان الأب والعياذ بالله يدخن، أو إذا كانت الأم يعني اليوم كله وهي تسمع الموسيقى والأغاني وتنظر إلى المسلسلات المترجمة أو المدبلجة التركية وغيرها، أين هي القدوة؟ أحيانا قد يتصل متصل ويسأل عن الأب، والأب في البيت، قل له أنا غير موجود، أو يسألون عن الأم، قل لها أنا غير موجودة. أين هي القدوة؟ وبعد ذلك تقول لابنك إياك والكذب، إياك والكذب، وعليك بالصدق. أي صدق تريده؟ وأي صدق تقصده أخ الإسلام؟ إذا لا بد أن تكون أنت قدوة حسنة، لأن من الوسائل التي تعين على التربية أن يتربى الإنسان بأخلاقك، بأفعالك، بأقوالك، قبل أن توجهه، قبل أن تعلمه، قبل أن ترشده. فإذا لا بد من القدوة الحسنة إخوة الإسلام والإيمان. بعد ذلك لا بد من التوافق والتفاهم بين الأم والأب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب إذا حضر في البيت، الأبناء يقرؤون القرآن، لا ينظرون إلى محرمات، يصلون في الوقت. إذا غاب الأب يفعل الأبناء ما يريدون، والأم تتستر عن عيوبهم أو نقائصهم أو أخطائهم. كيف نريد أن نربي أبناءنا؟ وكذلك قد يكون العكس. لا بد من التوافق، التفاهم، أن تكون رغبة الأب وهدف الأب نفسه هدف الأم، وهدف هدف الأم وغاية الأم ومقصد الأم نجاة الأبناء في الدنيا والآخرة، أن يكونوا عبادا لله متمسكين بشرع الله، وأن لا يحتقر الإنسان الأبناء أو يقول ما زالوا صغارا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وما زال سنه لم يتجاوز 8 سنين، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. 8 سنوات ومع ذلك يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من التفاهم، لا بد أن يجلس الأب مع الأم. ماذا نريد بأبنائنا؟ ماذا نريد من أبنائنا؟ أن يرضوا خالقنا ورازقنا ومدبر شؤوننا، أو أن يصيروا عبادا للدرهم والدينار، لمتاع الدنيا الزائل؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحبه وارضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله تعالى خلق الإنسان على أحسن مثال وقسم الأرزاق والآجال، والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى الآل والأصحاب مصابيح الدجى. ثم أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، النصيحة التي تلي النصيحة السابقة وهي الدعاء للأبناء. هذا قد غاب عن جميع الناس تقريبا، أن يدعو الإنسان لأبنائه في أوقات الاستجابة، وخاصة في سجودك أخ الإسلام، تدعو لأبنائك بالصلاح، بالتقوى، بالهداية، بالثبات، أن يبروا أبناء آبائهم وأمهاتهم. إذن لا بد من الدعاء، ولذلك ذكر الله عز وجل من صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يدعون الله عز وجل ويسألون الله عز وجل أن يجعل لهم كذلك ذرية تقر بها أعينهم، أن يكونوا صالحين مطيعين لله عز وجل. هذا قبل أن يهبهم الله عز وجل الذرية، فما بالك بمن وهبه الله عز وجل الذرية. فاسأل الله عز وجل وتضرع إلى الله عز وجل وألح على الله عز وجل بالدعاء في هدايتهم، في صلاحهم، في ثباتهم، وهكذا. وكذلك ألا يدعو الإنسان على الأبناء، وهذه طامة يعني منتشرة عند كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. إذا غضب الأب أو غضبت الأم، أول شيء يدعون على الأبناء، وهذا من الدعاء المستجاب الذي ينبغي أن يعلم. إذا دعا الأب أو دعت الأم على الأبناء ويستجاب ذلك الدعاء، وبعد ذلك يشتكي الآباء: أبناؤنا انحرفوا، يعني يعصون، يقترفون الآثام، وغير ذلك من الكلام. وما يدريك أخ الإسلام أن دعاءك عليهم هو السبب في عقوقهم لك، قد يكون هذا هو السبب الرئيسي. إخوة الإسلام والإيمان، إياك وإياك أن تدعو على أبنائك وإن كان في حال غضبك، في حالة الغضب تدعو لهم بالهداية، تدعو لهم بالهداية، بالرجوع إلى الطريق المستقيم، إلى الصراط المستقيم، أن يكونوا صالحين. ولكن يعني ألقاب وشتائم وأمور يستحي الإنسان من ذكرها نسمعها من الآباء والأمهات على شيء تافه، يكسر الإبن يعني صحنا أو كأسا، ومع ذلك تنطلق الشتائم والدعاوي. لماذا؟ أين هي عقولنا؟ أين هو صبرنا إخوة الإسلام والإيمان؟ فإذن لا تدعوا على الأبناء إخوة الإسلام والإيمان، إياكم والدعوة على الأبناء، فهذه مصيبة العصر والعياذ بالله، وأمور يتساهل فيها الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والأمر الذي يليه وهو العدل بين الأبناء، هذا أمر مفتقد، يعني يكاد لا يوجد بيننا. يتعامل الأب مع الابن الذي يساعده معاملة غير معاملة مع الأبناء الذين لا يساعدونه. أي تربية نريدها لأبنائنا؟ والأب يعامل الأبناء بالظلم والعياذ بالله وعدم العدل. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ورأى أبا جاءه أو ابنه سعى إليه، ذهب إليه، فأخذه وأجلسه على ركبته أو على فخذه، ولما جاءت البنت، بنته يعني، قبلها وأجلسها على الأرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عدلت بينهما بأن وضع أحد الأبناء على فخذه والأخرى والبنت الأخرى وضع على الأرض.
فما بالك بأشياء نفعلها ونقوم بها ولا نلقي لذلك بالا. فلا بد من العدل إخوة الإسلام والإيمان، لا بد من العدل بين الأبناء، لأن ذلك يحبه الله عز وجل، بل أمر الله عز وجل به. فإذا إخوة الإسلام والإيمان، هذه دعوة إلى التمسك بهذه النصائح المذكورات، فلا يسع الوقت لسرد جميع النصائح. وأختم إن شاء الله سبحانه وتعالى بالأشياء التي ينبغي أن يبدأ بها بعجالة دون أن أطيل عليكم. من أول الأشياء التي ينبغي للمربي والموجه والأب والأم أن يبدأ بها، أن يربي أبناءه على العقيدة الصحيحة، على المعتقد الصحيح الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند الصحابة رضي الله عنهم، كما مر معنا بالحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويا له من توجيه عظيم، يعني ووصايا عظيمة. فإذا إخوة الإسلام والإيمان، لا بد أن نغرس العقيدة الصحيحة عند الأبناء، أن يتوكلوا على الله عز وجل، إذا أرادوا شيئا أن يسألوا الله عز وجل، أن لا يصرفوا شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وإن وقعوا في مخالفات، في شركيات يراها الناس يعني بسيطة هينة، أن يحلف الإنسان بغير الله وغيرها من الأمور، ينبغي أن لا يتسارع الإنسان في هذا. ينبغي أن يصلح الإنسان معتقدهم، أن يصحح معتقدهم، أن يبدأ بعقيدتهم، وأن يغرس فيهم الاستشعار العبودية لله سبحانه وتعالى، أنهم ما خلقوا إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وتقديم محاب الله على محاب غيره سبحانه وتعالى. والأمر الثاني وهو تربيتهم على الصلاح، التوحيد أولا ثم الصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة على سبع، واضربوهم عليها على عشر، وفرقوا بينهما في المضاجع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن نربي أبناءنا إذا بلغوا سبع سنين، ولكن ماذا نرى في واقعنا؟ الابن 20 سنة ينبغي أن تصلي، أصلي في الغد واجمز المصليتيش، عنده 20 سنة وتريد أن تربيه على الصلاة وتعلمه الصلاة؟ أين باقي السنوات؟ أين كنت أخ الإسلام عندما كان سنه 7 سنوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، متى نبدأ؟ متى يبدأ الأب وتبدأ الأم مع الأبناء في الصلاة؟ علمه وهو 7 سنوات. ولكن لا يعلم الإنسان الأبناء يعني أشياء خاطئة، أجي صلي معايا ولكن دون وضوء، صلي أمامي ولا تحتاج إلى الوضوء، أو تقول الأم للبنت صلي أمامي دون حجاب. هذه تربية خاطئة، تربية خاطئة. تعلمه الصلاة دون حجاب، وبعد ذلك تتعلم البنت أنها تصلي دون حجاب، تعلم ابنك الصلاة دون وضوء، فماذا يفعل بعد ذلك؟ إذن 7 سنوات يتوضأ، تصلي البنت بالحجاب، وهكذا. يعني ينبغي أن يغرس الآباء والأمهات في أبنائهم عظم هذه الشعيرة وهذه الفريضة وهذا الواجب، وهي الصلاح، ألا يدعه أبدا مهما وقع ومهما حصل، وأن يقدمه على جميع الأشياء الدنيوية. عظمة الصلاح، وأنها الصلة بين العبد وربه، وأنها لا يسرع للإنسان أن يتركها، سواء كان في حذر، في سفر، في صحة، في سقم، في حرب، في سلم، دائما يصلي الإنسان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ورضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.